يقول: ما الرأي في من يطعنون في المشايخ؟ هؤلاء فساق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. فهؤلاء تركوا الأشرار وحاربوا الأبرار، شأنهم شأن الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان مع الخلاف في الفارق. فهذه النابتة السوء التي ظهرت تطعن في أهل العلم، جندهم إبليس وجند إبليس للطعن في العلماء، وكل منهم يدعي أنه عالم جرح وتعديل، وهم من أسوأ الأخلاق التي رأيناها والعياذ بالله. تجد ما تجد منهم إلا قل أن تجد منهم بارا بوالديه، تجدهم لصوصا يأكلون أموال الناس بالباطل، تجدهم يطعنون يعقون الأباء والأمهات، ونظر أن تجد أحدهم يمسك القرآن ويفتح ويقرأ كتاب الله ويتخلق بأخلاق القرآن. لكن جندوا أنفسهم لحرب أهل الدعوة إلى الله وأهل الإسلام، وزعموا أنفسهم علماء جرح وتعديل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.